من رحبة الزيتون، هذه التسمية الشعبية لأقدم سوق شعبي بمدينة القديمة لولاية الأغواط. نتعرف على وفرة المنتوج وأسعار المنتجات والخضار والفواكه، وكذلك أرى بعض المواطنين حول الأسعار وحول الشهر الفضيل. وانا ما طاب بيا حب النبي ساكن يا ذريبة، انا مرضي سبا ايبو ساكن طيبة. بطاطا اليوم راح 10,000، طماطيش 10,000، وراها الحوايج واللحم لعبها كاع. قال لهم كاع واش قلت له نعجع ملي عاد 6 ملايين 7 ملايين راحت كلش. الخير كاين وسعر ولا سعر والخير الخيرات كل خير، بصح الاسعار قالي المرشي قديم ياسر كاع. والله رانا الرخص والحاج ولا القالي. رانا ناكلوا الحمد لله في الخضر منتوج تاع البلاد. هاي وين نشوف روح منتوج تاع البلاد رحمه ربي. الجلبانه والقرنون راها بوفره، لي فخيز والبنان واللي مكثر خير متشين كلينا بوفره. حاجه واحده البطاطا راها قلاوها، وهي البطاطا هي المنتوج الاساس. خضره رخيصه البطاطا اللي قاليه المنتوج قل. مارشي من بكري هذا قديم، من بكري هذا من جدد جدود. وجيب الطلبه يا قريب الوفا سامع للطلاب، عجل لي بالحبيب يا طبيب الشغبة. يا طه المصطفى عقليتي والك غاب، حبك مثل السحاب. دي سر انا خلاص مانيش قنشوفو ما نشوفو بيه بعينينا، برك قنشوفو بيه بعينينا. ندو حبه 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 تشين حبه قارص حبه ليم ونديرو في الجي. الاسعار تاع الخضره ما شاء الله كلش رخيصه، الطماطيش رخيصه، كورجيات رخيصه، البعد البطاطا اللي قاليه جايبينها عمارة حنايا برك. جرحني بالرصاص لحمي صار طباب، ورماني من بعيد كيشات الجاج. يرحم والديك 50,000. اللي مش خدام كيف راح يعيش؟ زايده شويه ناحية الخروف، برك خروف والنعجه زايدين شويه بارابور لامنيفيات. انما كي عاونتنا الدوله عمسنا بهذا البقري هذا لاباس، ما ايه ما ليهاش. شويه شويه مش راهي مرتفعه مرتفعه، بصح كيما يديو لها ب 120 تسمى راهي حاجه مليحه. انا رماني عن مشهاب حبب لحمي ويروح عني راهب، ممضى حب ويلوح فات الموت طياب. مرحبا بكم في مدينه الاغواط، ورمضان كريم ان شاء الله، ورانا ان شاء الله بربي رانا قريب نكملوا العشره تاع كاينه 10 الرحمه ومغفره، وان شاء الله ندخلوا في عتق من النار ان شاء الله كاع نعدوا من عتاقه. علاش سموها رحمه الزيتون؟ بكثره الاشجار تاع الزيتون. كنت تشوفوا ترماركو راه كانت قداش الشجره تاع الزيتون، مع يا للاسف ماتت الشجره وقعت. هي الرمزيه. الرمزيه بكري وشني كانت ملتقى تاع ولاد الاغواط. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله وعلى الامه الاسلاميه، ونتمنى وخوتنا في غزه ربي يرفد ربي يكون في عونهم ان شاء الله. هما هم احنا انا معنا صايمين ونحسوا روحنا ناقصين، نشوفوا خوتنا بدون اكل بدون محاصرين كل جوان. اذا هكذا كانت اجواء السوق الشعبي للخضار والفواكه وسط المدينة القديمة للأغواط. نقلنا لكم وتعرفنا مع بعض بأسعار ووفرة المنتوج وأراء المواطنين في الشهر الفضيل. تجيني وتخش داري على دي الباب.